محاضرة لغو سو دويني بشا براكيسان اي رمضان لوغانا هدلي احكام تسونك اي فضائشة اي لادة هاي بشا براكيسان اي رمضان ايا لو قبتي معهد كدراسات كقرآن كاي علوم تشرعيقة منهاج العابدين اديقان كعلى شبيها كرانك اي محاضرة دوحا سو اقاسمي مامولاها قود اي معهد كاسي استاذ علي سلاد علي حسن وحانا محاضرة كسوقيب قلي علماء الدين والدين إيا مرت شرف كله وغهرين كورانك وحال لغو دافري قاركم إذا آيدها كورانك كريم كقولك إيبي كدبنا أستاذ علي سلاد علي حسن أيا كسور دويي شيخ عبد الفتاح وقوبت كجيدي محاضرة آد أقيمة بدن وكساب سنيد فضائشة أي لاذا هاي بشبرا كيسان أي رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله سلوينا يا مركان كلمنا سجيد لنا شعب الفتاح معلم ظاهر هي إن شاء الله كلمنا المحكام تنو سجيد رمضان ك وحنغير لنا اللي سنة وقت آدم شكوين إن شاء الله كيسي وعاد شكتا فرصة مشكور لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد عبده ورسوله وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة أبلي كيسان وريع سلام يا دمان مجمع كيسان يدك عما تصرح عذري يا شرط أبنان يا والدين تي أخذ دمان تضيع معلمين تبسلام يا سلام كثير من أمام العلم يا إلهي سبحانه وتعالى يدون كأنك أنين نعمنا فرح بلغم ونسي انت سكتي من أمام العلم يا علمك مدرسة مع العلي يا والدين تأي معرضة مدرسة لقتا حفتان خير لها دينك إلهي سبحانه وتعالى وحكم ذا نشكبر أرجينا هي سواق من قابيي يا مركب سواق أسيمي أيام مهد العلم هي قوذ أمان معايا لأنك أن تتكون مهد العلم إلهي رب مهد العلم هي
انت اسكت الهي تكون الى الله مع واحد سيشيقنا وحال قصر خوض لسادة تي وقابل ان قصر حيث بشي فالكسيد شرفت الله اتك مركاب ونكسيد وشهر الأمة ومدان أمة محمد بشي ايسو قيسي قوية سنة كاسر نبي مكسنحيا خيرات فرق ودم لا إلهي بشان حلقي إلهي نحن لك سبحانه وتعالى خيرات كاس إلهي ونحن لك بشان بركيسا وكفى إذي ساء إلهي نحن لكم الرحمن وقدروا الدوم مركز صوم قصيد سوحان إلى هذا حكى اللقاهان الصوم لغة الإمساك صوم لغة وحلوك إلى هذا الحميسي في مركز الأرخيص سكون طوالوك السلام عن المدن والليل لي حكى اللقاهان متك أو سكوتك إلى هاموسك اللقاهان سبحان إلى هذا الأبران كبيرا وأتو إلهي الأول رمحي مريم بيت عمران نبي الله عيسى عليه السلام ويدي سم فتكتب إلهي صوما هو رمحي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إني نذرت للرحمن صوما بيتر إلهي أرحمك وعن نذر بيتر صوم صومك معي سبحان الله وأصدقه عام سويدان أخيسك عن الكلام لا أخيسك أيها القرح يا فلم أكلم اليوم إنسيا سيدك يفتدم الوحد يا عيادة أخيسي ابن آدم الله رفض اليوم أي إلي هذا حقا لقد أدام كتنو عارف ربنا وليه يسونك حقا شرعي وحقا مصود هذا قلو حقا شرعي قلو إلى هذا الصوم صوم بوحالي إلى هذا حقا شرعي هان إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص وإمساك مخصوص إلى خاص يا ريت وحكس الأمام بيسيك حكوليا أول شيء إلى يرقى بيسنع يا إمساك مخصوص عن شيء مخصوص وحرقى بيسنع وروح معين هي شيء خاصة يا رقى بيسنع يا سيدين وحل عمام حيراها مخلات يسوك كبريا يا رقى بيسنع يا في زمن مخصوص إمساك أما فيسك سنحل والمؤمن في زمن مخصوص أيها هذه زمنك مخصوص نوى بشر رمضانك من شخص مخصوص قفك في سنة حق بكاء هذه شخص معين من الحسى وروح صائمك يا مركز صوما هذا وسيلة سيرة هذا المعلومة صومك وشعب الفتاح على الظاهر كلمات كيم ورئيم نسو الجديد أحكامتي رمضان كي شروطي فضلي شئت وكهد لي إلهي أننا نقلي وإلهك وانفعوا إن شاء الله تعالى أكون أغمع علمي بس أسلام وحلينا علمي سراء بركي علمي سراء ديري إلهي تسبيح لنا الله كحفظي أنا الإلهي تسبوه إلهي يعني كعم الفرق إلهي نقلي رمضان كان أقول نواتك بإلهي نقلي عائلي رمضان كفري ضد الإسلام وأنا رجوي ولا الله يبقى ولا صوته يا رمضان كان رجوي مرك عوي وفقس على رواتك يجيش بصوها يا رمضان سوقار وإله بصوها فجي إنا تكفى إيدي سنتو يعني قرب لي سنتنا بركة لقاري سنتو رمضان كالي عوي مرك هذه أسئلة أدوه وسدح ما أعلم أكاتك زي وقعت قصة مزعلي في عمايين إله أبو هجعلي أي ما يلي له يقول الله وأنا قراني نقول أنا سو ما أني كان هاي سنة كيف هاي سنة قريب عن نقطة ما تهاري ما أنت واحد هاي سنة بحسه وإله أنت سلعة دكتور رمضان كي أنت تسوق الصوم هاري هدي بيا الصوم يا بيا وما بحصل هاري ما أني كان سوق يا ترى لا ذا كيف هاي سنة من الله سوجو رمضان دي له لا جالس كيف هاي سنة إن شاء الله تعالى حاضر كاسين وقت هاي ما دام القرآن كي أنقف الفرنين عمك أن تمشي ختمينا قرآنك إلى ذكسي أنت يا بركة رمضان إسلام على عمر هي آية القرآن وصل ختمية أن يسمى إن شاء الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.